هنا في الأول نستضيف نجم كبير جدا من نجوم نادي الزمالك عبر الهاتف والعصر الذهبي وأحد اللاعبين الكبار في تاريخ نادي الزمالك كابتن محمود الخواجة. كابتن محمود مساء الفل عليك. مساء الخير يا أمير، ازيك؟ ازي حضرتك، أخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. مباراة القمة خلاص الكل بيتكلم عن هذه المباراة، الكل بيستعد ليها بالتحديد الفرقتين، مباراة أكيد صعبة جدا، لكن قبل ما استفيض معاك في النواحي الفنية الخاصة بهذه المباراة، عايز أتكلم شوية عن العلاقة ما بين لاعبي النادي الأهلي والزمالك في التوقيت بتاعكم في الثمانينات بالتحديد، كانت العلاقة ما بينكم بتبقى عاملة إزاي وخصوصا فيما حول مباراة القمة سواء أثناء المباراة أو قبل وبعد المباراة؟ والله يا ريت يعني كانت الناس شافتنا زمان، يعني انا كانت الناس فعلا بتشوفنا قاعدين مع بعض ونتعشى مع بعض وداخلين السينما مع بعض والثانويه الرياضيه مع بعض وبيشوفونا في الملعب، يعني ما فيش اشتد وفي الشده والعصبيه اللي كانت موجوده اللي موجوده بقى دلوقتي. كانت الناس هتغير رايها شويه في حته التعصب وحته اهلي والزمالك، اللي النهارده اي ماتش اهلي والزمالك تحس ان الدنيا اتقلبت والدنيا مقلوبه والحياه جدع واستنفار في الاهلي واستنفار في الزمالك والاستعدادات لا يعني بيبقى يعني عمليه فيها الميديا مزوده الدنيا، يعني في بعض الاعلاميين يعني او القنوات التلفزيونيه او الاذاعيه او صحافه البعض يعني بيحاول ان هو يسير الناس، بيحاول يصدر مشاكل للنادي ده ويصدر مشاكل للنادي ده عشان يحصل ريكورد في المفارقه، انك تتفرج ان يعني انت تعرف ان الناس تشتري الجرائد، ان الحاجه حصل ويحصل كلام ويحصل حاجات مالهاش لازمه، دي بتشد الناس وبتشد اللعيبه هنا وبتشد اللعيبه هنا والادارات هنا والادارات هنا والاجهزه. يعني المفروض ان احنا دي كره قدم لازم يكون في روح رياضيه ما بين الفرقتين والجمهورين كمان في هذه المباراه، والافضل هو اللي يفوز. انا بقول لك ان لو الجماهير بتاعتنا دي شافتنا الجيل بتاعنا عبد العزيز والخطيب وصفوت ومصطفى عبده وكنا وصف ويوسف مدرسه واحده واكرام، كنا بننام مع بعض مدرسه واحده، يعني كان الصداقه ننزل من المدرسه رايحين التمرين نركب تاكسي كلنا مثلا ده ينزل عندنا بيه والناس تكمل البايك، يعني كان في روح حلوه وكان الناس بتشوف الروح دي كان التعصب قليل. النهارده لا، النهارده بقى الكره تدخل فيها حاجات كتير قوي منها الميديا طبعا الكتير قوي العاليه قوي، منها طبعا النواحي الماليه حاجات كتير دخلت في اللعبه، فحصل نتيجه ده كله شد. انا شايف ان هو مش لازم، دي رياضه والرياضه ما هي الا اخلاق وانك تتمتع طبعا بالرياضه طبعا. النهارده بتتفرج على المشاهد بتاع الثروب والعرض بيتمتع بيها. انا شايف ان يعني الكلام الزياده والكلام اللي الاعلام بيقوله وبيشتير بيه الناديين مش مطلوب، وخاصه تمام يعني نخلي كل جمهور يتمنى براحته خالص ان فريقه يكسب وكل حاجه، لكن عايزين دايما يبقى في اطار للروح الرياضيه. لكن كابتن محمود خليني اسالك عن اقرب اللاعبين من النادي الاهلي ليك واللي ممكن تكون بتتواصل معاه حتى الان واللي كان مقرب ليك داخل الملعب او بعض المواقف اللي كانت بتحصل ما بينكم اثناء المباراه مثلا مباراه القمه. كان في كابتن عبد العزيز بيشتغل لغايه دلوقتي انا على اتصال بيه، يعني العلاقه بيننا ممتده من زمان جدا وعنا في الاشبال. كان الله يرحمه صافي عبد الحليم لغايه لما توفى الله، شط علاقتي بيه لغايه دلوقتي، يعني كتير يعني في لعيبه كتير من النادي الاهلي العلاقه بينهم ممتده والعلاقه بيننا على احسن ما يكون. وده اللي الناس لازم تعرفه، ان لازم لازم طبعا يعني الناس كان زمان بتيجي عوائل عائلات تتفرج على الاهلي والزمالك بيروحوا يتمتعوا بيعملوا يوم فسحه. النهارده ما اعتقدش في موجود الحاجات دي، والنهارده وفين الجماهير حتى ما بقتش تحضر الجماهير، يعني حتى الامتاع للجماهير ما بقاش موجود.
فالنهارده احنا عايزين نقول ان احنا عايزين احنا النهارده الاهلي والزمالك دول المفروض ان هم الفرقتين دول مسؤولين عن الكره المصريه الماتش اللي جاي. اكيد صح، مسؤولين فعلا، صح عندك حق. يعني هم يعني لان الكره المصريه مش مصر بلد كبيره. طبعا طبعا، يعني مش عارف، وخصوصا ان احنا مقبلين على بطوله كبيره وهي بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله في شهر 6 القادم، فالاهلاويه والزمالكيه كلهم هيبقوا جنب بعض في الاستاد بيساندوا المنتخب. طب كابتن محمود، خليني اتطرق معاك للجوانب الفنيه الخاصه بالمباراه المقبله ما بين الاهلي والزمالك، كيف ترى هذه المباراه ورؤيتك ليها من الناحيه الفنيه ايه؟ دي مباراه لاعبين جوه الملعب. النهارده بنقول اي فريق كوره 70 75% 80% لعيبه وال 20 او ال 25% مدرب. تمام. فماتش الاهلي والزمالك ده يعتبر مباراه لعيبه داخل الملعب. اللي هينفذ واجباته والمطلوب منه واللي هيسيطر على وسط الملعب منطقه المناورات اللي احنا بنسميها دي. يقدر يقول ان ممكن يقدر يوصل للي هو عايزه. تمام. غير كده لا، هتلعب الفرقه اللعيبه هتلعب، هتبتدي الجماهير تشدها او يتشدوا داخل الملعب او الكلام ده كله، مش عايزين نتمتع المباراه، احنا عايزين نتمتع المباراه. كل فرقه هتحاول انها تكسب، وده عقد مشروع لكل فرقه. فانا شايف ان الفرقتين هيقاتلوا، مش يقاتلوا معنى ان هم يموتوا بعض، لا مقصود يقاتلوا فنيا في الملعب، يعني يقاتلوا فنيا ان ما يجيش فيهم جول، ويقاتلوا ان هم يجيبوا جول، سواء هنا سواء هنا. تمام. فانا شايف ان انا هشوف مباراه كويسه. الفرقتين يا امير يعني كتاب مفتوح، مش بس الزمالك والاهلي بس، كل الفرق كتاب مفتوح طبعا. كل النهارده المدربين عارفين كل الاهلي بيعمل ايه، وعارفين الزمالك بيعمل ايه، والاتحاد بيعمل ايه، كل مدرب عارف كل الفرق بتعمل ايه. طيب اللاعبين اللي رجحوا كفه الاهلي او اللاعبين اللي رجحوا كفه الزمالك من وجهه نظرك ومتابعتك للفرقتين خلال الفتره اللي فاتت مين؟ يا امير مفيش حد، تقوليش اي مين اللي رجح كابتن مين. انا بتكلم كعناصر فنيه من الناحيه الفنيه مستواهم عالي. لا يعني. العناصر اصل النادي الاهلي ونادي الزمالك مليانين عناصر هنا. تمام. وهنا في عناصر على اعلى مستوى. ولكن انا بقول ايه؟ اللاعب الغير مراقب فهو خطر، اي لعيب غير مراقب في الفرقتين هو خطر. يعني النهارده انت مثلا تقول انا هلعب على فلان وهلعب على فلان. طب ما يجي واحد ثالث ولا رابع فلان ثاني انت مش عامل حسابه خالص، وهو اللي يعمل لك اللي انت عايزه اللي يكسبك يعني بمعنى اصح. تمام. النهارده الفرقتين كل واحد عنده فيه مهام هجوميه ودفاعيه بيعملها. اللي هينفذ هو اللي يبقى معاه السيطره، وخاصه لاعبي وسط الملعب. ان شاء الله الاهلي هو اللي يكون معاه السيطره يا كابتن محمود باذن الله. انت انا بتمنى طبعا انت بتمنى الزمالك، احنا بنتمنى الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي هو اللي يكون موفق. بص يا امير، احنا بنتمنى ان تطلع مباراه بتجيب الناديين ان شاء الله، لان ده اهم طبعا. هيتفرج عليك اكتر من 200 محطه اكيد، فلازم تظهر النهارده. عشان كده بقول لك الفرقتين مسؤولين عن الكره المصريه طبعا طبعا، يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. مين يكسب مين يخسر، المهم ان يبقى في روح رياضيه، المهم ان في يبقى اللعيبه بتقدم مباريات بيهم كناديين كبار بيمثلوا مصر ان شاء الله باذن الله. اكيد ويطلع ماتش كويس، الناس الناس اللعيبه تتمتع بيه، احنا نتمتع بيه كناس بتتفرج، كل الناس تتمتع بمباراه زي دي، لان انا بعتبر ده زمان كان بيبقى يوم عيد عند الناس. أكيد. رايحين يتفرجوا على الاهلي والزمالك، وكل واحد عارف مين في الاهلي ومين في الزمالك بالظبط، ومين الاحتياط ومين اللي ممكن، يعني كان كل حاجه معروفه. فاحنا عايزين نتمنى ان نشوف مباراه ان شاء الله يليق بالناديين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن محمود الخواجه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، احد اللاعبين الكبار في تاريخ نادي الزمالك.